يعني الفريق الزمالك لو كان كامل امبارح، لو دي تفعل عمل الشيطان، يعني لو كان احمد الفتوح بيلعب ما كانش يبقى ده حال الزمالك. ما هو كل لعيب له قيمة، غياب اللعيبة ليها تأثير. يعني خط الوسط من ساعة ما مشي طارق حامد ما بقاش خط وسط الزمالك، بقى خط وسط دمنهور، بنها، المحلة، المنصورة، دمياط، الفرق اللي هي كانت بتبقى في النص اللي قبل الأخير في الدوري، ده خط وسط الزمالك النهاردة. دونجا بيحاول، دونجا فيه الخير، بيحاول بيزق يعني، إنما عمرو السيسي لأ، رجليه مش مظبوطة، ومفيش حد تاني في خط النص عدل. طارق حامد مشي بمناسبة ايه؟ ما احنا قلنا عايزين تحقيق، مشي مقابل ايه؟ مين استفاد من ان هو يمشي؟ ازاي تسيبه طارق حامد يمشي؟ يقول لك اصل هو طلع مش عارف ايه، كل شوية يعني يلبسوا اللعيب تهمة، وطبعا هم مكتمينه، قالوا له اوعى تتكلم، احنا نقول حاجة اوعى تتكلم، هو الاتفاق كده، انت عايز تروح تلعب وتكسب فلوس كتير؟ ماشي روح وكلم، هو بالنادي يتصل بقى بالامير، ويتصل بالسمسار بتاع الامير وبتاع النادي، ويتفقوا على المعامله الماديه ويسربوا اللعيب. طارق حامد مره، مصطفى فتحي مره، باين عليه ابو الفتوح ده ولا فتوح هيبقى كده برضو، بس ايه بيعملوا لها مسرحيه كبيره شويه، واوباما وغيره ياما ناس حصل فيها بيع وشراء بطريقة مفاجئة ضد مصلحة الزمالك، ضد مصلحة نادي الزمالك. الغريب ان هي ضد مصلحة نادي الزمالك. انا لو رئيس نادي الزمالك امسك في ولادي دول، لعيبتي دول بايديا واسناني، خصوصا ان هم حلوين، كل واحد في مركزه، كل واحد لواحد احتياطي، واجتمع بيهم مرة في الاسبوع، مش هقعد اشتم فيهم على الهوا عشان اطلع ابقى انا نجم الشاشة. يعني هو بينافس حسين فهمي تقريبا، يعني عشان ايه حسين فهمي بيطلع في الشاشة كل شوية، وهو ده عايز يطلع كمان في الشاشة كل شوية، مش عايز حد غيره يطلع. فاحنا اتغلبنا من بيراميدز، وفرقتنا بقت عقيمة، مش عارفة تجيب اجوان، ومش عارفة تبصي بصتين على بعض عدلين، وخط الوسط مش ماشي مع خط، مفيش وينجات ومفيش اتصال ما بين الخطوط، وطبعا شيكابالا مش هيقدر يلعب لوحده، وزيزو من كتر ما هو لوحده بدأ يتغر، هو طول عمره كويس انما هو بدأ يتغر، والحركة بتاعت البينالتي دي للأسف الشديد هي جاية من غرور وعدم تحمل مسؤولية، لأنه ما ينفعش زي ما واحد ناقد كويس على التلفزيون قال، ما ينفعش في موقف زي ده تتدلع، انت مش غالب خمسة عشان تحط لي بينالتي بستايل زي سينيوري مثلا، شو وصلك بقى لسينيوري؟ فللأسف الشديد يعني الإدارة عاملة ربكة، وعاملة والناس قرفت من الإدارة دي، الناس قرفت من الإدارة دي. لو الإدارة دي عندها إحساس تقدم استقالتها وتجيب دم جديد، عشان ده نادي الزمالك، مش ساحة شعبية ولا مركز شباب مش عارف ايه بتاع محمد سعد، ده نادي الزمالك، ما ينفعش فيه البلطجة دي سنين وسنين، ما ينفعش فيه اللخبطة دي سنين وسنين، ما ينفعش فيه تضارب المصالح دي سنين وسنين. وبعدين لما كان الزمالك يغلب تبص تلاقي أمير ابن مرتضى يطلع على طول في البتاع ويسلم على اللعيبة مش عارف ايه، ولما نتغلب ولا نتبهدل تبص تلاقيه مش موجود خالص. ما تطلع تتحمل مسؤولية، مش انت مدير الكرة؟ استقيل يا اخي، دي نتائج، دي 3 4 ماتشات ورا بعض زي الزفت، روح استقيل. طبعا هو بيروح يقول لابوه ايه رأيك روح استقيل، ايه رأيك، واحد بيقول لي استقيل يقول له بس ملكش كام فارغ، ملكش دعوة انت، اقعد اقعد استقيل. ايه مين ده اللي قال كده؟ مين ده؟ وروني وروني ماشي يلا لسه ما هي كده.
لسه لما السفينة بتتخرم بيقول لك لا لا ده شوية مياه صغيرين. ماشي، شكرا.